هذا الشاب الجامعي اسمه محمد رضوان يمتلك طموحا كبيرا في الالتحاق بصفوف المكونين بمراكز التكوين المهني والتمهين بعين صالح لتعلم حرفة إذا حالفته الظروف. تخصصات جد هامة جدا، يعني فيها تخصصات مدى بين الشباب كل، يعني وبمثابة أني طالب جامعي ومتخرج من الجامعة دبيرو كان يعني نسجل في إحدى التخصصات التالية، فننصح كل الشباب وكل متخرجي الجامعة كذلك التحاق بتسجيل في إطار هذا العمل ومشكورين. لذات المقصدي مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية رفقة عديد الشركاء تنظم حملة واسعة لدعوة الشباب لتسجيل أنفسهم استعدادا لدورة فيفرية التكوينية بتوزيع مطويات تبرز أهم عروض التكوين. هناك أنماط أخرى في مجال التكوين التأهيلي اللي رانا خصصناه للشباب حاملي المشاريع، احنا رانا بور يعني تكوين أو إنشاء مؤسسات مصغرة، أولا لإعمار يعني الجانب يعني الاقتصادي في الولاية تاعنا، وكذلك امتصاص البطالة اللي رانا نعانيو منها إن شاء الله. توعية أكبر شريحة من الشباب من أجل دخول هذه الدورة التكوينية من أجل حصولهم على شهادات تؤهلهم من أجل الاستفادة من برامج التي تقدمها وكالة التنمية الاجتماعية المتمثلة في برامج التنمية الاجتماعية وبرامج التي بي وبرامج الأشغال ذات المنفعة العامة. لا يزال قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية عين صالح قبلة الشباب الوحيدة للحصول على مؤهل علمي يضمن لهم سوق العمل في ظل بعد جميع ولايات الوطن، أقربها ولاية المنيعة ب400 كيلومتر.